كلمات كالضياء تجلو عن القلب الحزن بها الدعاة يصدعون بالهدى في كل فن في كلمات كالضياء. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. الحمد لله المبدئ المعيد الفعال لما يريد، خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، والصلاة والسلام على الرسول المجتبى والنبي المصطفى أرسله الله رحمة للعالمين وهداية للخلق أجمعين. يا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك وحبيبك محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد عباد الله، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. من يتق الله يحمد في عواقبه ويكفه شر من عزوا ومن هانوا. فالزم يديك بحبل الله معتصما، فإنه الركن إن خانتك أركانه. أيها المسلمون، كل تجارة معرضة للربح والخسارة إلا التجارة مع الله عز وجل، فإنها أرباح لا خسارة فيها، وذلك أن العقد بينك وبين الذي بيده خزائن السماوات والأرض، الذي إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. رب العالمين يده سحاء الليل والنهار، سحاء الليل والنهار، لم تغضها نفقة منذ أن خلق السماوات والأرض، وهو القائل جل وعلا: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا على صعيد واحد فسألني كل واحد مسألته. تخيل معي، لو جمع الله الأولين والآخرين جميعا، كل واحد منهم سأل الله بكل أمنياته حتى تنقطع كل الأمنيات، قال: فأعطيت كل واحد مسألته، ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط الإبرة إذا أدخلت في البحر، لو وضعت إبرة في البحر ورفعتها كم سينقص من منسوب ماء البحر؟ هكذا خزائن الله عز وجل لو أعطى الأولين والآخرين كل أمنياته، أفتظن بعد ذلك كله أنك تخسر مع الله وهو الذي يملك كل شيء؟ وكيف هي ثمار هذه التجارة؟ ماذا أجني من الأرباح حين أتاجر مع الله؟ أما أولها فإنك إذا تاجرت مع ربك جل وعلا وهبك الله سعادة العيش وطيب القلب وانشراح الصدر، وهذا مطلب كل الناس، مسلمهم وكافرهم، برهم وفاجرهم، صغيرهم وكبيرهم، كل الناس يريد أن يعيش مرتاح القلب مطمئن النفس. ولهذا فنحن نتنافس في الدنيا وجمع ملذاتها ليرتاح القلب، فليس المقصود من جمع المال هو المال نفسه، إنما المقصود لنستمتع بما يؤول إليه هذا المال من متاع الدنيا
ولكن ليس كل من جمع المال فهو مرتاح القلب. قد يملك الإنسان الملايين ولكنه مع هذا في نكد وضيق وهم وغم، وقد يبتلى ببلية لا تنفع معها الأموال. وأذكر لكم في هذا الباب قصة عن أحد التجار عندنا في السعودية، رجل لا أقول يملك الملايين بل يملك المليارات، من كبار تجار البلد ومعروف ومشهور، ولكن الله ابتلاه بمجموعة من الأمراض، ومن جملة ما أصيب به أصيب بمرض السكر بدرجة عالية جدا. يقول أحد المشايخ جيء بهذا التاجر يقاد بالعربية إلى المسجد، لا يستطيع أن يمشي، أصيب بجلطة. قال: وكان بيني وبينه علاقة حميمية، فبعد الصلاة أشار إلي إشارة أن أذهب معه للبيت، يريد يجلس معي. يقول: فذهبت إليه في قصره وجلست عنده، فدعي أو جيء بالقهوة والتمر، قال فأشار إلى التمر ولا يستطيع يتحرك مشلول شفاه الله، قال فأشار إلى التمر يريد تمرة، فأبى ولده أن يعطيه تمرة واحدة. يقول: فجلس يترجى ولده يطلب تمرة وأنا في غاية الحرج. يقول: فقلت لما لا تعطيه؟ قال: أنت ما تدري ماذا تصنع التمرة بوالدي، تمرة واحدة ترفع عنده نسبة السكر إلى ربما 600-700. يقول: فالوالد مثل الطفل أصبح يترجاه يرجو تمرة واحدة وأنا في غاية الحرج. قال: فتدخلت وتوسطت وقلت أعطه ربما لا تضره إن شاء الله. يقول: فأخذ الولد التمرة وشقها نصفين وأعطاه نصف تمرة، فأكلها وذاق حلاوتها، فطلب نصف التمرة الأخرى فأبى ولده، فتدخلت فغضب الولد وأخذ والده ودخل به إلى داخل قصره. هذا الذي يملك المليارات لم يستطع أن يأكل تمرة كاملة، فهل نفع المال؟ لا والله. أكثر الناس ربما ضحى بدينه من أجل المال، وهو رأس الأمر، الدين الذي هو أعظم من كل شيء. فلئن فقدت مالك وولدك والدنيا بأسرها، والله الذي لا إله غيره لهو أهون من أن تخسر دينك. لعمرك من رزية فقد مال، ولا شاة تموت ولا بعير، ولكن الرزية فقد دين يموت لأجله خلق كثير. البلاء إذا خسر العبد دينه ماذا بقي له؟ أما الدنيا فمعوضة، تفقد المال تفقد الصحة، كل ذلك مدخر لك عند رب العالمين متى ما كنت تقيا مؤمنا. ولو كان المال وحده ومتاع الدنيا وحدها هو الجالب للسعادة والراحة لما رأينا أن الانتحار في أوروبا يسجل أرقاما قياسية. خذوا هذه الإحصائيات الرسمية في 3 دول غربية. في أمريكا المقدمون على الانتحار وصلوا في 1 السنوات إلى 250,000 إنسان. لا أقول إنهم انتحروا، أقدموا على الانتحار، حاولوا أن يموتوا، يعني بمعدل 700 شخص كل يوم. كل هؤلاء سعى للانتحار، وفي سنة من السنوات سجلت حالة الوفيات الحقيقية بسبب الانتحار في أمريكا إلى 70,000 إنسان. والعجيب أن أكثر هذه الوفيات حصلت بين شباب العقد الثالث. قد يقول قائل: هؤلاء كبار سن ملوا من الحياة. لا، في عز الشباب كما يقال. بريطانيا بلغ عدد المنتحرين في سنة واحدة
إلى 40، وصل إلى 40,000 شخص. أما فرنسا التي هي كما يقول بعضهم جنة الدنيا، والتي يقول فيها إيليا أبو ماضي في باريس، يقول باريس يا جنة الدنيا وزهرتها وربة الحسن مطروقا ومبتكرا، إذا رآها تقي ظنها عدنا وإن رآها شقي ظنها سقرا. هذه التي يتغنى بها أمثال هؤلاء. ذكرت وزارة الصحة الفرنسية أن الانتحار هو ثالث أهم أسباب الوفيات، وقبل حدوث في أهم أسباب الوفيات في فرنسا، فهو يأتي بعد السرطان وأمراض القلب في أسباب الوفيات وقبل حوادث السيارات. وذكرت الوزارة أن 12,000 يموتون سنويا بسبب الانتحار، وذلك بمعدل كل 43 دقيقة تحدث حالة انتحار، وأن 160,000 شخص يحاولون الانتحار سنويا لكنهم يخفقون. عجيب. وكل الدنيا بين أيديهم، والطبيعة الخلابة، ومظاهر الحرية المطلقة بلا قيود موجودة بينهم، ويبحثون عن الانتحار. هذه معادلة في مقاييس البشر مقلوبة، ولكن الله جل جلاله يقول: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. هذا في الدنيا. ولهذا قال بعدها: ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف، الذي أسرف على نفسه في المعاصي ولم يؤمن بآياتنا، ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. فلئن كان عذاب الدنيا أليما، ولئن كان الاكتئاب شديدا، ولئن كانت الهموم تحيط به، فعذاب الآخرة أشد وأعظم. ثبت في صحيح الإمام مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يؤتى يوم القيامة بأنعم أهل الأرض. هذا على رؤوس الأشهاد، والله لا الذي لا إله غيره، كلنا سنرى هذا المشهد يوم القيامة. قال: يؤتى بأنعم أهل الأرض من أهل النار. أنعم إنسان مر على هذه الحياة، تنعم بكل نعيم، لكنه كان بعيدا عن ربه. قال: فيغمس في النار غمسة. ما قال يمكث، لا، غمسة، ثواني فقط، ثم يرفع، ثم يقال له: يا ابن آدم، هل مر بك نعيم قط؟ ممكن عاش 100 سنة أو أكثر أو أقل، كلها نعيم. هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا ربي، ما مر بي نعيم قط. عجيب. والترف الذي كنت تعيشه، والملذات التي كنت تخبط فيها، أين هي؟ قد نسيها كلها بسبب غمسة في نار جهنم. فكيف بمن هو في قعر جهنم؟ وكيف بمن أطبقت عليه جهنم؟ إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة، ويأتيه الموت من كل مكان، وما هو بميت، ومن ورائه عذاب غليظ يتقلب في أوديتها ويصلى حرها وسمومها، أجارنا الله وإياكم منها. قال: ويؤتى بأبأس أهل الأرض من أهل الجنة. مسكين، فقير، مبتلى، كل حياته بلاء ومصائب وهموم، لكن القلب يعيش في عالم آخر. القلب متعلق بالله، فهو في جنة في الدنيا قبل جنة الآخرة، لكنه في ظاهر الأمر بئيس، تعيس، هكذا في حال الناس وواقعهم، بلاء لا ينقضي ولا ينتهي. قال صلى الله عليه وسلم: فيغمس في الجنة غمسة. الله أكبر. يشم رائحتها فقط، يستنشق عبيرها. قال: ثم يرفع ويقال: يا ابن آدم، هل مر بك بؤس قط؟ مر بك شيء من بؤس الدنيا؟
فيقول لا والله يا رب ما مر بي بؤس قط، نسي كل بؤس الدنيا بغمسة في الجنة، فكيف بمن يتنعم فيها خالدا مخلدا فيها ما دامت السماوات والأرض؟ كيف بمن يستقر في قصورها الفيحاء لبنة من ذهب وأخرى من فضة ملاطها المسك اللي يمسك بين اللبنتين، ليس الإسمنت لا المسك، حصباؤها اللؤلؤ، خدمها ولدان مخلدون كأمثال اللؤلؤ المكنون، هي جنة طابت وطاب نعيمها، من كل فاكهة بها زوجان أنهارها تجري لهم من تحتها، محفوفة بالنخل والرمان، غرفاتها من لؤلؤ وزبرجد أو فضة من خالص العقيان، قصرت بها للمتقين كواعب شبهن بالياقوت والمرجان، لو تنظر الحوراء عند وليها وهما فويق الفرش متكئان، يتنازعان الكأس هذا مرة والخود أخرى، ثم يتكئان فيضمها وتضمه، أرأيت معشوقين بعد البعد يلتقيان، غاب الرقيب وغاب كل منكد فهما بوصل الأنس مشتملان. تلكم جنة الله، تلك هي الدار التي تنافس من أجلها الصالحون وبذلوا كل ما يستطيعون، بذلوا أموالهم وأوقاتهم وأولادهم، بل بذلوا نفوسهم رخيصة من أجل الجنة. فإذا كان المصير هو الجنة فالدنيا كلها هينة. وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن صف المسلمين في غزوة بدر وبقي القتال مع العدو، قال قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، ما قال قوموا إلى الغنائم ومن انتصر سوف أوليه على إمارة وأعطيه المال، لا، هناك شيء أعظم، الجنة، الجنة هي المطلب الذي يسعى له كل مؤمن. قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، من قاتل المشركين اليوم صابرا محتسبا أدخله الله الجنة. قال عمير بن الحمام بخن بخن يا رسول الله، متعجب، التفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ما حملك على قولك بخن بخن، هل هو شك؟ قال لا والله يا رسول الله، إلا رجاء أن أكون من أهلها، عندي أمنية في داخلي، أتمنى أن أكون ممن يموت شهيد ويدخل الجنة. قال صلى الله عليه وسلم فأنت من أهلها، جاء الوحي من السماء أن عمير الآن في الجنة، مكتوب في صحائف الله أنه من أهل الجنة. فماذا فعل عمير رضي الله عنه؟ كان قد وضع تمرات في جيبه أعدها ليتقوى بها على القتال، فأخرج هذه التمرات وخاطبها خطابه التاريخي الشهير وقال أيتها التمرات، لئن بقيت حتى آكلك الوقت الطويل هذا إنها لحياة طويلة، فرمى بتمراته وأقبل إلى ربه فمات شهيدا في سبيل الله، لترفرف روحه إلى الجنة فتسرح في ثمار الجنة وتعيش هناك حيث الصالحون والصالحات، هي الجنة، فاعمل لها إن كنت مشتاقا لها، كلفا بها، شوق الغريب لرؤية الأوطان، كن محسنا فيما استطعت فربما تجزى عن الإحسان بالإحسان، واعمل لجنات النعيم وطيبها فنعيمها باق وليس بفاني، أدم الصيام مع الصلاة تعبدا فكلاهما عملان مقبولان، قم في الدجى واتلو الكتاب ولا تنم إلا كنومة حائر والهان، فلربما تأتي المنية بغتة فتساق من فرش إلى الأكفان. اللهم اجعلنا جميعا من أهل الجنة، واغفر لنا كل زلة، واجعل ما بقي في أعمالنا خيرا مما مضى،
واجعلنا اللهم ممن طال عمره وحسن عمله، وتوفنا على الإسلام غير مضيعين ولا مبدلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. في كلمات كالضياء تجلو عن القلب الحزن، بها الدعاة يصدعون بالهدى. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد عباد الله، فإن المتاجرة مع الله جل وعلا هي الربح الحقيقي. ما دام القلب مطمئنا بربه فهذا والله النعيم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كلمة ذائعة شهيرة جميلة: إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. أين هذه الجنة؟ هل هي على سفوح جبال سويسرا؟ أو على أنهار أوروبا وأمريكا؟ كلا، هي حلاوة الإيمان، هي لذة الطاعة، هي الأنس بالله جل جلاله، هي اللحظات التي تجدها حين تقوم في ظلمات الليل تناجي ربك وقد نام الناس، فتحس في قلبك بالسرور والفرح والأنس، لا تدري ما سببه، ليس بطعام أكلته ولا شراب شربته، كلا، بل هو الأنس بالله جل جلاله. رغيف خبز يابس تأكله في زاوية، وكوب ماء بارد تشربه من صافية، وغرفة ضيقة نفسك فيها خالية، أو مسجد بمعزل عن الورى في ناحية، خير من الساعات في ظل القصور العالية تعقبها عقوبة تصلي بنار حامية. إذا استمتعت بآيات ربك ورضيت بقضائه وقدره فأنت السعيد حقا، وأنت من يتلذذ حقا بالحياة الدنيا. وتأملوا في واقع الصالحين والصالحات كيف يعيشون. إذا كانوا فعلا حققوا معنى الصلاح فهم والله الذي لا إله غيره إنهم أسعد الناس، ولو ظاهر الأمر أنهم غير ذلك، لكن القلب في عالم آخر. ولهذا كان لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تطبيق عملي لما قاله سلفا. ابن تيمية ابتلي في دين الله، تعرض لأنواع البلاء، ولا زال إلى عصرنا الحاضر إلى الآن يبتلى ابن تيمية، وإن كان قد ذهب رحمه الله، فلا زال يشكك في عقيدته ويتهم، وبعض الدول الإسلامية مع الأسف احتفلت بإحراق كتبه وكأنها حققت بذلك نصرا عظيما. هذا الرجل الصالح والإمام الزاهد ابتلي ونفي من بلده، ضيق عليه، سجن، كل ما تتصور من البلاء تعرض له هذا الإمام، فكيف كان حاله؟ هو في ظاهر الأمر مسكين، نحن ننعم مع أولادنا ونأكل ما نشاء ونشرب ما نشاء وفي بيوتنا وديارنا، وهذا مسكين. لا، قال يرد على أعدائه بكلمات جميلة ذائعة تكتب بماء الذهب، يضحك يقول: ما يفعل أعدائي بي؟ أنا جنتي وبستاني في صدري، ما يستطيعون يأخذون، يفتحون صدري ويأخذون جنتي، مستحيل. ما يفعل أعدائي بي؟ أنا جنتي وبستاني في صدري، أنا رحلت فهي معي، أنا سجني خلوة أخلو فيها بالله عز وجل، ولا شيء عند الصالحين ألذ من الخلوة بالله تبارك وتعالى، وطردي من بلدي سياحة، تمشى في بلاد الدنيا، وأعظم ما يمكن أن يفعلوه قتلي، وقتلي شهادة في سبيل الله، فليفعل أعدائي بي ما شاءوا. أخذوه وسجنوه وجعلوه مع المجرمين وقطاع الطرق، وهذا شيء مؤلم، أن يكون هذا الرجل الذي تضرب له أكباد الإبل ويأتيه الناس من كل مكان ويعرفون قدره يرمى مع اللصوص والمجرمين، شيء مؤلم. ولكن الرجل في عالم آخر، لم يجلس يندب حظه وواقعه وحالته، لا، وإنما اشتغل بما هو نافع، فجلس يدعو هؤلاء المجرمين إلى الله
فهداهم الله جميعا على يده، وأصبحوا طلبة علم يكتبون معه الدروس في السجن. فلما رأوا تأثيره، هم أصلا ما أدخلوه إلا لتأثيره على الناس في الخارج، فقد فعلها في الداخل، فأخذوه وسجنوه لوحده فيما يسمى بلغة العصر سجن انفرادي. ماذا صنع ابن تيمية؟ الوقت يمضي، ما هناك فرصة ووقت يضيعه في القيل والقال، جلس يؤلف المؤلفات ويكتب. يقول ابن القيم: كنا ندسها له من تحت الباب الأوراق، فيكتب ويؤلف. بعض مؤلفات ابن تيمية ألفها في السجن اليوم تدرس في جامعات المسلمين في 4 سنوات. انظر إلى بركة العلم وصدق النية. فرأوا أن وصل الخبر إلى المسؤولين أن الرجل ما سوى شيء، صار يؤلف حتى للأجيال القادمة، مصيبة هذا. فأخذوا منه الأوراق والدفاتر وجردوا من كل شيء. ماذا بقي؟ أكب على قراءة كتاب الله الكريم، فختم القرآن في السجن 81 ختمة، ومات في سجنه وهو يقرأ قول الله تعالى: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. هل ربح ابن تيمية أم خسر؟ والله لقد ربح، وأي ربح أعظم من الربح مع الله عز وجل. أسأل الله أن يلحقنا وإياكم بالصالحين، ويجعلنا جميعا من ورثة جنة النعيم. صلوا على إمام المتقين وسيد الأولين والآخرين، فقد أمركم الله جل وعلا بذلك في محكم التنزيل، فقال جل شأنه: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال نبيكم ورسولكم محمد صلى الله عليه وسلم: إن الله قد وكل بي ملكا عند قبري يبلغني السلام من أمتي، فأيما رجل صلى علي قال الملك: يا محمد، إن فلان ابن فلان يصلي عليك الساعة، فأرد عليه السلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم انصر عبادك المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم كن للمستضعفين من المسلمين في كل مكان، اللهم كن مع إخواننا في أرض الشام، اللهم كن لهم ناصرا ومعينا ومؤيدا وظهيرا. اللهم عليك بطاغية الشام فإنه لا يعجزك، اللهم زلزل الأرض من تحت قدميه وأرنا فيه عجائب قدرتك يا رب العالمين، ومن شايعه وعاونه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم كن لإخواننا في أرض فلسطين وفي العراق وفي اليمن وفي بورما وفي سائر البلدان يا رب العالمين. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين واجعلنا من عبادك المتقين. اللهم وفقنا لطاعتك يا رب العالمين، اللهم استعملنا فيما يرضيك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله. اللهم أمتنا عليها وابعثنا عليها وأدخلنا الجنة بها. اللهم احشرنا في زمرة محمد بن عبد الله، اللهم أوردنا حوضه واسقنا من يده شربة لا نظمأ بعدها أبدا، ولا تحرمنا شفاعته يوم الدين، واجمعنا به في دار كرامتك ومستقر رحمتك مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، والحمد لله رب العالمين. كلمات كالضياء تجلو عن القلب الحزن، بها الدعاة يصدعون بالهدى في كل فن.